ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت مصادر جد مطلعة عن نقل زعيم عصابة البوليساريو إبراهيم غالي يوم الاثنين إلى المستشفى العسكري الميداني الهيدلي بعد إصابته بنزيف داخلي، ومني زعيم مرتزقة البوليساريو بنكسة قوية بعد طرد أزلامه من المنطقة العازلة بالقرقارات من طرف القوات المسلحة الملكية التي أنهت حالة الفوضى بالمنطقة وأمنت المعبر أمام حركة مرور العربات والبضائع التجارية. وتضيف المصادر أن خلافات قوية اندلعت بين القيادات العسكرية للبوليساريو ترتب عنها دخول غالي في انهيار عصبي نتج عنه نزيف داخلي، حيث نقل الزعيم الوهمي في حالة حرجة للمستشفى الجزائري. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.